إيرانيا، أعاد نواب مجلس الشورى انتخاب محمد باقر قاليباف لرئاسة البرلمان. قاليباف حاز على أصوات 198 نائبا من أصل 290، رغم أن منافسيه كانوا حصلوا على أصوات أعلى منه خلال الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا في البلاد. وكان قاليباف قد تولى رئاسة المجلس عام 2020 وأعيد انتخابه اليوم، وهو ما اعتبره خبراء إشارة للتدخل قد يكون من بيت المرشد لإبعاده عن التنافس على الكرسي الرئاسي. معي من الرياض أستاذ صالح حميد، الباحث في الشأن الإيراني، زميلي في قناة الحدث. صالح، أهلا بك. توافق على هذه الفرضية أنه إعادة تجديده لرئاسة البرلمان محاولة لإبعاده عن حلبة المنافسة لرئاسة الجمهورية؟ نعم، تحية لك أستاذ محمود. حياتي أستاذ صالح. يعني يكاد أغلب المتابعين للشأن الإيراني وحتى التيارات والشخصيات السياسية داخل إيران تجمع على أن أعلى رأس هرم السلطة في إيران، أي المرشد الأعلى ومن خلفه الحرس الثوري، يتجهون باتجاه الإبقاء على الوضع الراهن. وأبرز هذه المؤشرات هي إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان أو مجلس الشورى، لأنهم يخشون من قضيتين. أولا، تشتيت أصوات التيار الأصولي المتشدد، وثانيا يعني تغيير تركيبة الحكومة على ما هي عليه والإتيان بالعسكر على لصالح التيارات السياسية، جبهة الأصوليين أو جبهة القوى الثورية الذين يشكلان الحكومة الآن. لكن بالرغم من هذا، يعني قد نشهد بعض المفاجآت في الشخصيات وليس في التيارات والأحزاب. يعني كان البعض يتوقع أن يعلن بعض الشخصيات الإصلاحية عن ترشيحهم، لكن لا نرى حماسا يعني مشابها بالدورات السابقة. مثلا قبل ساعات يعني محمد جواد ظريف أعلن أنه لن يترشح للانتخابات. البعض الآخر مثل علي لاريجاني أو حتى أحمد نجات قالوا أنهم سيفكرون وسينظرون في الأمر. فهذا على عكس يعني طبعا التيارات الأصولية، حيث الإعلام المقرب من الحرس الثوري ومن المتشددين يطرح الأسماء، تلو الأسماء من محمد مخبر نائب الرئيس الحالي الذي يقود هذه المرحلة كتصريف أعمال، أو أسماء أخرى مثل سعيد جليلي، أو حتى أصوات من جنرالات الحرس الثوري مثل سعيد محمد أو محسن رضائي أو حتى فاروز فتاح الآن طرح اسمه. فتكاد يعني أغلب الأصوات تجمع على أنه هناك توجه للإبقاء على الوضع الراهن، نظرا للإشادة التي لقيت منها حكومة رئيسي، بغض النظر عن نتائجها والاستحقاقات والإنجازات التي ينتقدها الكثيرون بالنسبة سواء الوضع الداخلي المتردي معيشيا واقتصاديا، أو بالنسبة للسياسة الخارجية، الانسداد في المفاوضات والخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أستاذ صالح، يعني البعض يقارن بين قاليباف باعتباره الجنرال الأنيق كما يسموه، هو الرجل الطيار، ويعني وبالتالي كان تولى أيضا مؤسسة خاتم الأنبياء رئاستها، وهي المؤسسة الاقتصادية الأكبر، لا يرأسها إلا من يوافق عليه الحرس الثوري، وبالتالي هو مرضي عنه من الحرس الثوري بشكل كبير. يقارنون بينه وبين سعيد محمد لأنه أعتقد
عنده نفس المناصب الذي تولاها وله العلاقة بختم الأنبياء، وبالتالي هذا سعيد محمد شباب في الخمسينات، وفي نفس الوقت قالباف يعني رجل خاض كل أو حاول في كل الانتخابات ولم ينجح، يعني خسر أمام أحمد نجاد وخسر أمام الكثيرين يعني في انتخاباته، وبالتالي الكفة تذهب إلى من إذن في هذه المسألة؟ نعم، يعني هذه نقطة مهمة، يعني التنافس بين الأشخاص، يعني هو أصبح في إطار التيار المتشدد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك تحدي آخر وهو المشاركة الشعبية. كما تعلم أستاذ محمود، النظام دوما كان يروج على أن المشاركة الشعبية هي نوع من الاستفتاء على شرعيته، ولكن هذه الشرعية اهتزت خلال الانتخابات السابقة، انتخابات البرلمان وقبلها حتى انتخابات الرئاسية التي أتت بإبراهيم رئيسي، يعني حسب ادعاءات النظام 40% شاركوا، ومن 40% كانت هناك حوالي 10% أصوات بيضاء الذين لم يصوتوا رغم أنهم مؤيدين للعملية الانتخابية والمشاركة السياسية. فهناك يعني 60 أو 70% لم يشاركوا، وهذا أيضا محك يعني لشرعية النظام التي يدعيها. فربما سيتجه النظام لطرح أسماء جديدة لأحماء تنور الانتخابات كما يقال في إيران، إلا إذا كان يعني أعلى هرم السلطة المرشد والحرس الثوري لا يكترثون بقضية الشرعية نظرا للأوضاع الداخلية والأوضاع الدولية عموما، التي يعني بالرغم من كل شيء تتعامل يعني مع هذا النظام ومع هذه الحكومة، خاصة بالنسبة للإدارة الأمريكية. فأعتقد أن التغيير سيكون على مستوى الوجوه والأفراد وليس على مستوى الخط السياسي العام، لأن هذه الحكومة هي الحكومة المنشودة بالنسبة للمرشد الأعلى الذي يسميها بالثورية وتلتزم بنهج الاقتصاد المقاوم والاعتماد على الذات وعدم الاتكاء للغرب وإلى ذلك من شعارات ثورية. ولاية البرلمان بتنتهي إمتى يا أستاذ صالح؟ هي بالطبع أربع سنوات يعني للآن إلى 2028 يعني مثل يعني نحن أمام ولاية جديدة جددت الولاية ليس له علاقة بشغور منصب الرئيس؟ لا يعني لا، هل هذه القضية قضية دستورية؟ أن يجدد البرلمان في وقت شهور رئيس؟ نعم، لا هي الانتخابات جرت قبل حادثة يعني الآن فقط بدأ عمل الدورة التشريعية للبرلمان. نعم، يبدأ يعني الآن يعني منذ 3 أشهر يعني نتائج حسمت، وهذه الدورة التشريعية الجديدة، وانتخاب ما حدث هو منافسة على كرسي رئاسة المجلس. فالكثير يفسر إبقاء يعني قاليباف بأنه توجه من أعلى هرم السلطة بالاستمرار بنفس الحكومة، وأن حتى البعض يقولون أن مخبر وباقري وهذه الوجوه التي الآن هي الحكومة لن تتغير، وإذا حدث التغيير سيحدث في الكابينة الوزارية، إنما الحكومة القادمة ستكون استمرارا لحكومة رئيسي نظرا للرضا التي نالته. نعم صالح، شكرك أستاذ صالح حميد الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث. صالح شكرا جزيلا لك.